هذه الكلمه لرئيس المجلس الرئاسي اللي بمحمد المنفي. الأمم المتحده متمنيا له التوفيق والسداد كما اتقدم باسمى عبارات الشكر والتقدير الى السيد عبد الله شاهد لما بذله من جهود وما قدمه من اعمال قيمه خلال فتره تراسه لاعمال الدوره الماضيه وكما لا يفوتني ان اشيد ب العمل المتواصل الذي يقوم به السيد أنطونيو جوتيريش لقيادة منظمة الأمم المتحدة بحكمة وتوازن في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم. السيدات والسادة، ها هي بلدي ليبيا التي أفتخر بخدمتها وتمثيلها. تمر بعقد من الزمن يملأه الألم والأمل. وهي تتلمس طريقها نحو بناء المؤسسات وارساء مبادئ الديمقراطيه وقد اثبت الشعب الليبي للعالم بانه نسيج واحد متماسك كتماسك ارضه ومصيره المشترك ولا زال الشعب الليبي على رغم من كل الجراحات والتحديات يرسم بوعيه وتسامحه وروحه الوطنيه خارطه الوطن الواحد، ويمنحنا نحن العزم والامل للمضي قدما في تحقيق اماله وتطلعاته في بناء الدوله ورسم مسارها في اتجاه السلام والاستقرار والازدهار. السيدات والساده ان احداث اليوم تستدعي صوره الماضي فقد حارب جيش التحرير الليبي الذي سبق تاسيسه تاسيس الدوله الى جانب جيوش العالم الحر واستحقت ليبيا بعد هزيمه النازيه والفاشيه استقلالها الكامل الذي ولد من رحم الكفاح الوطني واتفاق دولي واقليمي مهد الطريق امام الاباء المؤسسين لبناء الدوله ولم شتات الوطن واطلاق مسيره التنميه والرفاه التي خلقت من ليبيا في زمن قياسي مثالا تنمويا يحتذى به ايها السيدات والساده ان موقفا دوليا مشابها لذلك الموقف اتجاه ليبيا ما زال اليوم بعيدا عن افق الواقع، فالمصالح الفرديه للدول المنخرطه في الشان الليبي، وحروب الوكاله وتضارب الرؤى حول الحل في ليبيا لم تمنح الفرصه للخيار الوطني ان يتشكل، ولا زال التدخل الدولي السلبي يرسم مسارات من الحلول المتناقضه تدفع بالبلاد الى اتون المواجهات المسلحه لا تستثني الابرياء وتقود الى مواقف سياسيه متصلبه لا تقبل المقاربات الوسطيه لجسر الهوه والشراكه في الوطن السيدات والساده إن المجلس الرئاسي الليبي لازال ملتزما بدوره الذي رسمه له الاتفاق السياسي الليبي باعتباره السلطة السياسية العليا في البلاد يمثل وحدتها محليا ودوليا ويطلع بمهام القايد الأعلى للجيش الليبي بالإضافة إلى مهمته السامية في قيادة جهود المصالحة الوطنية الشاملة تمهيدا إلى الانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وأنتهز الفرصة هنا لأشكر الاتحاد الأفريقي على تعاونه معنا من اجل اطلاق مشروع المصالحه الوطنيه الذي يمثل الاساس الاهم لدعم كافه المسارات للوصول الى الاستقرار والسلام المنشود ان هذه المسؤوليات تحتم علينا ان نعمل في مسار وطني متوازن وغير منحاز وعلى الرغم عن محاولات بعض الاطراف السياسيه جرنا الى دائره الصراع السياسي الذي نعمل بكل جد وحزم على ان نجد له الحلول لا ان ننخرط فيه في هذا الصدد فان المجلس الرئاسي تابع بحرص شديد جولات الحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة التي لم تفضي بعد إلى أي اتفاق حول قاعدة دستورية لازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ولا زال المجلس الرئاسي يؤكد أن هذه الحوارات لا ينبغي أن تستمر من دون أن يكون هناك حدود زمنية وأنه على استعداد للتدخل من اجل الخروج بالعمليه السياسيه من طريقها المسدود متى ما استلزم الامر ذلك اما على الصعيد الاقتصادي فان المجلس الرئاسي الليبي يدعم كل الجهود التي افضت الى استئناف انتاج النفط والغاز من كافة مناطق ليبيا لما في ذلك من مصلحه وطنيه واستقرار للاسواق الدوليه التي تشهد ضغوطا كبيره على الاقتصادات المستهلكه للطاقه غير انه ومن منطلق دوره الوطني المتوازن يحرص المجلس الرئاسي الليبي على اداره شفافه وعادله لعوايد النفط ثروه كل الليبيين بشكل يحيد المال العام عن الصراع السياسي ويضمن توظيفه لمصلحه جميع الليبيين في مختلف مناطق البلاد دون تمييز سياسي أو جغرافي الأمر الذي في حال إنجازه قد يخفف من حدة الصراع الدائر على السلطة التنفيذية ويوفر بيئة أكثر استقراراً وملائمة للتحول الديمقراطي المنشود السيد الرئيس السادة الحضور تنظر بلادي بايجابيه الى الدور الذي تقوم به الامم المتحده في ليبيا على الرغم من ما شابه من تباطؤ في الاونه الاخيره وفي هذا الصدد نتطلع الى دور فاعل للامم المتحده من خلال القياده الجديده لبحثتها ونحثها على مباشره العمل الجاد لدعم الحلول الوطنيه الجامعه لما تمر به البلاد من انسداد سياسي فتح الطريق امام المغامرات والمبادرات الفرديه ويكاد أن يحصف بكل الإنجازات السياسية التي تحققت من خلال الحوار الليبي الذي رعته منظمة الأمم المتحدة في ليبيا وأدعو كذلك إلى إعادة الزخم إلى المسار الاقتصادي أحد المسارات الثلاثة لمؤتمر برلين الذي أهملت مخرجاته فيما يتعلق بالشفافية والعدالة في إدارة الموارد النفطية وضبط الانفاق العام وتوجيهه لمستحقيه والحد من سطوه الفساد. السيدات والساده يقف العالم اليوم على احتاب وضع دولي يعيد الى الاذهان ماساه البشريه في مطلع القرن العشرين بعد ان اعتقد الجميع بان اخطاء الماضي لن تتكرر وقد حان الوقت لان ينطلق وأن ينطق الضمير الإنساني بكلمة السلام ويقف العالم بأسره إلى جانب المبادئ الدولية التي أقرتها المنظمة منظمة الأمم المتحدة لاحترام مبدأ سيادة الدول وحل النزاعات بالطرق السلمية واحترام الجوار وعدم زعزعة أمن الشعوب كما أدعو إلى احترام حق الشعوب في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بحسب المعايير والإجراءات التي تقرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبار أن بلادي على خط المواجهة الأول أدعو بأعلى صوت إلى إعادة اللُحمة الدولية لمكافحة الإرهاب الذي لا يزال تهديدا قائما لكل دول العالم لا يستثني عرقا او ديانه او حضاره وتلتزم بلادي بكامل واجباتها ضمن المجهود الدولي لتجفيف منابعه ووقف تمدده كما اؤكد من على هذا المنبر التزام بلادي الدائم بدعم حق الشعب الفلسطيني في اقامه دولته ووقف الاستيطان والاعتداء والاحترام القرارات الدوليه بالخصوص السيد الرئيس السيدات والساده ان الشعب الليبي اذ يقف دقائق صمت في يوم الشهيد ذكر استشهاد عمر المختار بطل المقاومه ضد المستعمر الذي تعاودنا ذكراه في هذا الشهر فانه يستلهم من كفاح اجداده الصبر والاصرار على حقوقه ومن حكمه ابائه المؤسسين التسامح لبناء الوطن وسوف تسطر ذاكرته الوطنيه دواوين المرحله تدرس منها للاجيال القادمه مواقف من ساندوه عند حاجته ومسالك من اساءوا اليه في محنته وعبثوا بامنه ومقدراته ونسيجه الاجتماعي وستعود ليبيا بجوارها العربي وعمقها الافريقي وفضائها الاوروبي همزه وصل للحضارات وبوتقه اقتصاديه تلتقي فيها مصالح العالم باسره وسيدرك الجميع عندها حجم الضرر الذي وقع ليس على مقدرات الشعب الليبي فحسب بل على مصالح كامل جوارنا وعمقنا وفضائنا الدولي